السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات، الدرس الخامس من الوحدة الثانية بعنوان التمثيل البياني لعلاقات التناسب الجزء الثالث. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو حل مسائل على التمثيل البياني لعلاقات التناسب. قد تعلمت في الجزء السابق من هذا الدرس عزيزي الطالب كيفية تحديد التمثيل البياني الذي يبين علاقة تناسب، ولهذا السبب اخترنا لكم هذا السؤال: حدد ما إذا كان كل تمثيل بياني أدناه يبين علاقة تناسب أم لا؟ وضح تبريرك المنطقي. قبل أن تبدأ إليكم هذا السؤال: ما الخاصيتان المشتركتان بين جميع التمثيلات البيانية لعلاقات التناسب؟ أحسنتم، هناك خاصيتان، وهما: الخاصية الأولى، التمثيل البياني يجب أن يكون خط مستقيم. الخاصية الثانية، يجب أن يمر هذا الخط المستقيم بنقطة الأصل 0 and 0. الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تقوم بحل السؤال وتحقق معنا من إجابتك. شكرا للمحاولة. لنتناقش سويا في الحل. التمثيل البياني الأول: هل التمثيل البياني هو خط مستقيم؟ أحسنتم، التمثيل البياني خط مستقيم. الخاصية الثانية: هل المستقيم يمر بنقطة الأصل 0 and 0؟ رائع، إذن هذا المستقيم يمر بنقطة الأصل 0 and 0. إذن نستطيع القول بأن هذا التمثيل يبين علاقة تناسب. ننتقل إلى التمثيل الثاني أيضا: هل هذا التمثيل هو خط مستقيم؟ أحسنتم، هذا التمثيل ليس خطا مستقيما. السؤال الثاني: هل يمر هذا التمثيل بنقطة الأصل؟ أجل، إنه يمر بنقطة الأصل، لكن بما أن أحد الخاصيتين لم تتحقق فإن هذا التمثيل لا يبين علاقة تناسب. ننتقل إلى التمثيل الثالث: هل التمثيل البياني هو خط مستقيم؟ أجل، أن التمثيل البياني خط مستقيم، لكن هل هذا الخط المستقيم يمر في نقطة الأصل؟ أحسنتم، لا يمر بنقطة الأصل، إذن هذا التمثيل لا يبين علاقة تناسب. لاحظوا أعزائي الطلاب أن التمثيل الذي يبين علاقة التناسب يجب أن تنطبق عليه الخاصيتين معا. افتح كتابك عزيزي الطالب صفحة 110، عبر عن فهمك السؤال الأول السؤال الأساس، والتالي نصه: كيف يبدو التمثيل البياني لعلاقة التناسب؟ أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تجيب عن السؤال، ثم تحقق من صحة إجابتك معنا. شكرا للمحاولة. انظر إلى هذا التمثيل البياني الذي يمثل رحلة إلى مدينة الألعاب. يوضح التمثيل البياني المجاور أن مجموع تكلفة التذاكر في مدينة الألعاب يتناسب مع عدد التذاكر المشترى. لاحظوا أن عدد التذاكر مثل بالمحور X والمحور Y مثل التكلفة. لاحظوا أن نقطة الأصل 0 and 0 في هذا التمثيل تعني أن تكلفة 0 من التذاكر هي 0 قطر ريال. أيضا النقطة 1 and 5 على هذا التمثيل تعني أن تكلفة التذكرة الواحدة هي 5 قطر ريال. أيضا تكلفة 2 تذكرة هي 10 قطر ريال، وكذلك تكلفة 3 تذكرة هو 15 قطر ريال. أيضا تكلفة 4 تذكرة هو 20 قطر ريال، وكذلك تكلفة 5 تذكرة هو 25 قطر ريال. لاحظوا أن هذا التمثيل هو خط مستقيم ويمر بنقطة الأصل، إذن يبين هذا التمثيل علاقة تناسب. في هذا التمثيل كل مرة تزيد فيها قيمة X بمقدار 1 تزيد فيها قيمة Y بمقدار 5. وبما أن هذا التمثيل يبين علاقة التناسب فإننا نستطيع إيجاد ثابت التناسب، حيث أنه لكل نقطة
مثل x وy على هذا المستقيم باستثناء النقطة 0 and 0 نستطيع حساب النسبة y over x وهو ثابت التناسب ويساوي هنا 5. أيضا يمكننا حساب ثابت التناسب بطريقة أخرى وهو أن ثابت التناسب هو قيمة الإحداث y عندما x equal 1. وفي هذا التمثيل عندما x equal 1 فإن y equal 5. أيضا هذه النقطة 1 and 5 تمثل معدل الوحدة وهو 5 قطر ريال للتذكرة الواحدة، وأن تذكرة تكلفتها 5 قطر ريال. إذن ثابت التناسب يساوي 5. نستنتج من ذلك أن التمثيل البياني لعلاقة التناسب هو خط مستقيم يمر بنقطة الأصل 0 and 0. نبقى في نفس الصفحة 110 لكن ننتقل إلى فقرة طبق فهمك. السؤال الرابع. نص السؤال: ذهب سالم ومازن إلى النادي الرياضي ليلعب تنس الطاولة. تكلفة المباراة الواحدة هو 10 قطر ريال، وقد تقاسما التكلفة بينهما بالتساوي. لدى سالم مضربه الخاص، بينما دفع مازن 3 قطر ريال أجرة مضرب. المطلوب أكمل التمثيلين البيانيين أدناه. في التمثيلين المحور X مثل عدد المباريات والمحور Y مثل التكلفة. قبل أن نبدأ في حل هذه المسألة إليكم بعض الأسئلة التي تساعدكم على فهم المعطيات. ما تكلفة المباراة الواحدة؟ رائع، إنه 10 قطري ريال. أيضا كم سيدفع كل من الصديقين سالم ومازن للمباراة الواحدة؟ أحسنتم، بما أن سالم ومازن قد تقسما التكلفة بينهما بالتساوي، إذن سيدفع كل منهم للمباراة الواحدة 5 قطر ريال. أيضا ما تكلفة 0 مباراة بالنسبة لسالم؟ أحسنتم، إنها 0 قطر ريال. ونفس السؤال: ما تكلفة 0 مباراة بالنسبة لمازن؟ فكروا جيدا. رائع، بما أن مازن دفع 3 قطر ريال أجرة لمضرب، فإنه قبل أن يبدأ بلعب أي مباراة سوف يدفع 3 قطر ريال. كذلك ما النقطة التي تمثل تكلفة 0 مباراة بالنسبة لسالم؟ رائع، إنها 0 and 0، ويمكن تمثيلها على المستوى الإحداثي بهذه النقطة. أيضا ما النقطة التي تمثل تكلفة 0 مباراة بالنسبة لمازن؟ أجل، إنها النقطة 0 and 3 وتمثل بهذه النقطة، والسبب أن مازن قد دفع أجرة المضرب 3 قطر ريال قبل أن يلعب أي مباراة. والآن دوركم أعزائي الطلاب، أبقوا في الفيديو وحاول أن تكمل التمثيلين ثم تحقق من صحة الإجابة معا. أهلا بكم مجددا. لنبدأ بالتمثيل البياني للمبلغ الذي دفعه سالم. كما ذكرنا سابقا أن صديقين قد تقاسما التكلفة بينهما بالتساوي، إذن ما تكلفة 1 مباراة بالنسبة لسالم؟ بما أن سالم يملك مضربه الخاص فإن تكلفة المباراة الأولى ستكون فقط 5 قطر ريال، ويمكن تمثيلها بهذه النقطة. الإحداث X هو عدد المباريات وهو 1، والإحداث Y هو التكلفة وهي 5 قطر ريال. السؤال: ما تكلفة 2 مباراة بالنسبة لسالم؟ رائع، أن تكلفة 2 مباراة بالنسبة لسالم هي 10 قطر ريال وتمثل بهذه النقطة، حيث أن الإحداث X وهو عدد المباريات 2، والإحداث Y وهو التكلفة 10 قطر ريال. لاحظوا أن الإحداث X يزداد بمقدار 1 والإحداث Y يزداد بمقدار 5. إذن ستكون النقطة الثالثة على هذا التمثيل هي 3 and 15، وبنفس الطريقة ستكون النقطة الرابعة 4 and 20. ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط جميعها بخط مستقيم. لاحظوا أن هذا المستقيم يمر بنقطة الأصل. والآن ننتقل لتمثيل المبلغ الذي دفعه مازن. تذكر أن مازن قد استأجر مضربا بمبلغ 3 قطر ريال، إذن هو دفع 3 قطر ريال قبل أن يبدأ بلعب أي مباراة. لكننا علمنا قبل قليل بأن الإحداث X يزداد بمقدار 1 والإحداث Y يزداد بمقدار 5. إذن ستصبح تكلفة المباراة الأولى التي لعبها مازن هي 8 قطر ريال وتمثل بهذه النقطة.
أيضا بنفس الطريقة، فإن الإحداث X يزداد بمقدار 1 والإحداث Y يزداد بمقدار 5، فتصبح النقطة التي تليها هي 2 and 13. أيضا بنفس الطريقة، فإن الإحداث X يزداد بمقدار 1 والإحداث Y يزداد بمقدار 5، لتصبح النقطة التي تليها 3 and 18. لاحظوا أعزائي الطلاب أن تكلفة 3 مباريات بالنسبة لمازن هي 18 قطري ريال. نقوم بتوصيل هذه النقاط جميعا. لاحظوا أن هذا المستقيم لا يمر بنقطة الأصل 0 and 0. نبقى في نفس الصفحة 110. السؤال 5، طبق فهمك. أي التمثيلين البيانيين يبين علاقة تناسب؟ وضح السبب. أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تقوم بتحديد التمثيل البياني الذي يبين علاقة تناسب، ولا تنسى أننا سنسأل عن السبب. شكرا لكم، لنتشارك سويا فيما توصلتم إليه. كما ذكرنا سابقا، هناك خاصيتان مشتركتان بين جميع التمثيلات البيانية التي تمثل علاقات تناسب، وهاتين الخاصيتين هما: أولا، التمثيل البياني خط مستقيم. ثانيا، أن يمر الخط المستقيم بنقطة الأصل. لاحظوا أن التمثيل البياني الذي يبين العلاقة بين المبلغ الذي دفعه سالم وعدد المباريات يمر بنقطة الأصل 0 and 0، وهو أيضا خط مستقيم، إذن هو يمثل علاقة تناسب. نبقى في نفس الصفحة 110. طبق فهمك. السؤال 6، اختر نقطة على التمثيل البياني الذي يبين علاقة تناسب، وهو المبلغ الذي دفعه سالم، ووضح معنى تلك النقطة فيما يتعلق بهذا الموقف. أوقف الفيديو عزيز الطالب واختر نقطة على التمثيل البياني وفسر معناها. شكرا لكم، اخترنا لكم هذه النقطة ولتكن 3 and 15. لاحظوا أن الإحداث X وهو عدد المباريات هو 3، والإحداث Y وهو التكلفة هو 15، وهذا يعني في التمثيل البياني الخاص بسالم أن سالما دفع 15 قطر ريال ليلعب 3 مباريات. نبقى في نفس الصفحة 110. طبق فهمك. السؤال 7، ما المعادلة التي تمثل علاقة التناسب هذه؟ أوقف الفيديو عزيز الطالب وحاول أن تجيب عن هذا السؤال، ثم تحقق معنا من صحة ما توصلت إليه. أهلا بكم مجددا. لاحظوا، بما أن هذا التمثيل يبين علاقة التناسب، فإننا نستطيع حساب ثابت التناسب، وقد تعلمنا سابقا أن ثابت التناسب هو قيمة الإحداث Y عندما X equal 1. وفي هذا التمثيل عندما X equal 1 فإن Y equal 5 وتمثل بهذه النقطة. أيضا هذه النقطة 1 and 5 هي تمثل معدل الوحدة الذي يساوي 5 قطر ريال للمباراة الواحدة. إذا ثابت التناسب K يساوي 5. وقد تعلمنا سابقا أن Y equal KX، وبما أن قيمة K معروفة نستطيع كتابة المعادلة لتصبح Y equal 5X. أما الآن اسمحوا لي أن ننتقل إلى صفحة 112. السؤال 15، نص السؤال: يبين التمثيل البياني المجاور العلاقة بين معدلات هطول المطر خلال موسم الزراعة ونمو أحد أنواع النباتات. لاحظوا أن المحور X يمثل مقدار هطول الأمطار بالسنتيمتر، أيضا المحور Y مثل مقدار نمو النبات بالمليمتر. المطلوب أي مما يلي صحيح، اختر كل ما ينطبق. إليكم العبارات التالية: أولا، ثابت التناسب يساوي 5/7. ثانيا، التمثيل البياني لا يبين علاقة تناسب. ثالثا، النقطة 0 and 0 تعني أن النبات لا ينمو إن لم يهطل المطر. رابعا، النقطة 28 and 20 تعني أن هذا النوع من النبات ينمو بمقدار 20 ملم عندما يهطل المطر بمقدار 28 سنتيمتر. أوقف الفيديو عزيز الطالب وحاول اختيار العبارات الصحيحة. شكرا لكم، دعونا نتحقق مما توصلتم إليه. نبدأ في العبارة الأولى التي تقول بأن ثابت التناسب يساوي 5/7، بما أن هذا التمثيل يبين علاقة تناسب، إذن يمكننا حساب ثابت التناسب، وقد تعلمنا سابقا أن ثابت التناسب يساوي قيمة النسبة Y/X، لذا أقسم الإحداث Y على الإحداث X لأي نقطة
عدا النقطة 0 and 0. لنختار نقطة على هذا التمثيل البياني ولتكن هذه النقطة التي إحداثياتها 14 and 10. إذن ثابت التناسب k equal y over x، والإحداث y لهذه النقطة هو 10 over الإحداث x لهذه النقطة وهو 14. بعد عملية التبسيط نحصل على 5 over 7. إذن العبارة الأولى عبارة صحيحة. العبارة الثانية تقول بأن هذا التمثيل البياني لا يبين علاقة تناسب، لكننا درسنا سابقا بما أن التمثيل البياني هو خط مستقيم ويمر بنقطة الأصل 0 عن 0، إذن يبين علاقة تناسب. إذن هذه العبارة ليست صحيحة. ننتقل إلى العبارة التي تليها. النقطة 0 عن 0 تعني أن النبات لا ينمو إن لم يهطل المطر. لاحظوا أن المحور X كما ذكرنا يمثل مقدار هطول الأمطار بالسنتيمتر، أيضا المحور Y يمثل مقدار نمو النبات بالمليمتر. إذا كان الإحداث X equal 0 فهذا يعني أن المطر لم يهطل. أيضا إذا كان الإحداث Y equal 0 فهذا يعني أن النبات لم ينمو، ويمكن تمثيلها في هذه النقطة. إذا هذه العبارة صحيحة. العبارة الأخيرة النقطة 28 and 20 تعني أن هذا النوع من النبات ينمو بمقدار 20 مليمتر عندما يهطل المطر بمقدار 28 سنتيمتر، ويمكن تمثيلها بهذه النقطة على المستوى الإحداثي. لاحظوا أن الإحداث Y لهذه النقطة هو 20 وهو يمثل مقدار نمو النبات بالمليمتر. أيضا الإحداث X لها هو 28 ويمثل مقدار هطول الأمطار بالسنتيمتر. إذن هذه العبارة هي عبارة صحيحة. إلى هنا أعزائي الطلاب الصف السابع نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.